دولة الإمارات مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي، مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم. عندما نتحدث عن الاستثمار العالمي كيف لا نذكر دولة الإمارات العربية المتحدة؟ اليوم نحن بصدد تدشين مجموعة سمو الشيخ صقر النعيمي. ابقوا لتغطية هذا الحدث الهام. سموك، نحن اليوم بصدد تدشين مجموعة سمو الشيخ صقر النعيمي. لو نتحدث عن الركائز والرؤى التي قامت عليها المجموعة. أول شيء نحن نمشي على رؤية دولة الإمارات. عندنا الدولة ساهمت وشجعت مثل هاي المشاريع، فبناء على هالشيء نحن أسسنا شركة نقدر فيها نحن نستقطب المستثمرين من كل أنحاء العالم. وبدينا في عدة مجالات، منها المجال العقاري والمجال الطبي، ونتمنى التوفيق والنجاح لنا وللمستثمرين معنا إن شاء الله. شكرا جزيلا سموك على هذا اللقاء. شكرا. الحضور الكريم، نشارككم اليوم الحديث عن انطلاقة مجموعة صقر النعيم، والأخص بالذكر شركة نور الهدى للاستثمار. كان لدينا فكرة عن إنشاء كيان يشمل العديد من المجالات، وخصوصا في مجال الاستثمار، وبالتحديد في القطاع الصحي والعقاري، وخصوصا مع توجيهات الدولة خلال الفترة السابقة ودعمها للقطاع الصحي. من هنا قمت بإنشاء شركة مجموعة صقر النعيم، ونطمح خلال السنوات القادمة أن ترتقي المجموعة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والتطوير في المجالات المختلفة. ويسعدنا أن نعلمكم بافتتاح شركة فارس فيرما في تاريخ 15/9، ونتمنى التوفيق ونجاح للجميع. شكرا. بداية دكتورة، لو نتعرف بشخصك الكريم. أنا لبانا نصر الدين، مديرة بشركة صقر النعيمي للوساطة التجارية، وبارتنر بشركة نور الهدى للاستثمارات. أستاذة لبانا، لو تحدثينا عن تطلعات ورؤية المجموعة. المجموعة صقر النعيمي كان هدفها الأساسي أو الاستراتيجية الأساسية لما وضعنا الخطط واللبنة الأولى للشركة والمؤسسة، كان هدفنا إنشاء كيانات متعددة بعدة قطاعات، تمام؟ فالرؤية القادمة لنا أو الخطط المستقبلية لنا أنه نحن نستمر، أنه نحن نكبر أكثر، بلس يكون عندنا دائماً منتجات جديدة بالسوق، أو شركات أو قطاعات أو استثمارات جديدة، مشاريع جديدة تندرج تحت اسم نور الهدى للاستثمار. أكيد. أستاذة لبانا، شكراً على هذا اللقاء، مع تمام نياتنا بالمزيد من النجاح والتألق. سهلة حبيبي، يعطيكم الألف عافية. دكتور، بداية لو تعرفنا بشخصك الكريم. أنا اسمي محمود الصياد، إن شاء الله بيكون البارتنر الجديد مع الشيخ صقر النعيمي. دكتور، مجموعة نور الهدى تندرج تحت مجموعة سمو الشيخ صقر النعيمي، لو تحدثنا عن المجموعة. ما عنديش خلفية قوي عن مجموعة نور الهدى، لكن عندي خلفية على البروجكت الجديد اللي مجموعة نور الهدى هتقوم بيه، وهو فارس فارم، اللي هيتم بدء في اجراءاتها باذن الله بتاريخ 15/9 لهذا العام، وهتكون متخصصة في مجال الادوية. دكتور محمود، لو تحدثنا عن رؤية المجموعة في السنوات المقبلة. فارس فارم ليها تو فيجن، لونج تيرم فيجن وشورت شورت تيرم فيجن. شورت تيرم فيجن هيكون في خلال 3 سنوات يكون عند فارس فارم 100 برودكت في معظم التخصصات. اللونج تيرم فيجن ان يكون في شير هولدر تو ا جلوبالايزيشن مع يوروبارت ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمود على اللقاء.